حصه. نعم. كي جاتك المسابقه؟ هي هذيك. ها كيفاش هي هذيك؟ زوينه. تولينا تنقراو مع ولادنا. عاود اش قلتي؟ ايوا احيانا الله تولينا تنقراو مع ولادنا. شكون تيهضر بعدا؟ شكون تيهضر؟ واحد اللي كزوله. عاود اش قلتي؟ عاودي عاودي عاودي. قلت لك احيانا الله تولينا تنقراو مع وليداتنا في المدرسه. واخا محاربه الاميه. محاربه الكزالة. حفصه هي راه ماشي محاربه الاميه، حفصه راه التعلم. حفصه تتعلم. اللغة الفرنسية باقي ما بديناش الدروس ديالها، ولكن غادي نبداوهم في هذه السيمانة إن شاء الله. إن شاء الله. باش نواكبوا التعليم يعني هاك وهاك، صافي؟ والفرنسي بعدا. الفيزياء. لا لا الفيزياء لا. صافي راه ولينا مجتهدات أنا وبنتي. ولي. اللي بدينا نقراو الفرنسي وسميتو ولونجلي. نزيدو حتى الفيزيك والسيونس نزيدو. كيبغيو الموحد تربية الإسلام. اشنو حفصة؟ ندوزو الموحد إن شاء الله. الأستاذ الأستاذ عبد العزيز اقترحتي علينا واحد السباق واحد المسابقة اليوم، ياك أنت اللي اقترح اللي اقترحتيها، أشنو قلتي لنا؟ قلت لكم وبانو قلت لكم كاع ما تتبان لينا وبان لينا باش نشوفوك. ياه قلت لكم كاينين جوج فرق. اها الفريق الاول انا وحفصه. اها الفريق الثاني عطيتنا انا وماما. اها في الراوند الاول. اها بات نفس حفصه ضد ماما. اها يبقى يطرح علينا المصور شي اسئله. اها وحنا بنتعاونوا بيناتنا. اها وحفصه بات تكتب وماما اللي بات تكتب في الفرق الاخر. اها الراوند الثاني. انا اللي بنكتب وعبد الرحمن اللي بيكتب وبنت نفس انا. عندكم جوج مسابقات دروك. المره الاولى غادي تعاون انت حفصه وعبد الرحمن غيعاون ماما. اه وفي المسابقه الثانيه حفصه غتعاونك. آه. وماما غتعاون عبد الرحمن. آه. حسن جدا. اذا عندنا جوج فرق، فريق الاحمر. فينا هو الفريق الاحمر؟ وحنا نتوما. آه. هل المساحه ديالكم حمراء؟ راه حتى هنا. ها السيلو حمر. راه حتى هو حتى هنا. حفصه الفريق الازرق المساحه زرقاء والسيلو ازرق واللوحه زرقاء واللوحه زرقاء. إذا غادي نبداو على بركة الله. إما نقراو إما نزرقو. إذا شكون اللي غيكتب؟ غتكتب حفصة والأم ديالها. في المرة الأولى. هي في المسابقة الأولى. إذا غادي تكتبوا لي عشرة 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 فاش تكتبوا قولوا لي راه كتبت باش ما نقول باقي شي واحد من شي واحد باش نقول لكم ارفعوا الالواح، ولكن ما ترفعوش الالواح حتى نقولها لكم. علي حسن المجتهد علي كتبتوا؟ ما قالش لي نرفعوا الالواح. تعال نقول لكم ارفعوا الالواح، اللي رفع اللوحه قبل ما نقولها لي غادي ندير ليه ناقص واحد. ارفعوا الالواح. لا بقي ارفعوا الالواح. هبطي اللوحة على وجهك حفصة باش نشوفوك، ردي اللوحة على تجي شوية باش تبان مزيان. إذا عشرة كيسبق، شكون اللي كيسبق الأول؟ واحد. واحد؟ لا ماشي في سميتو في التوقيت. تيسبق واحد ويتبعو الصفر. هذيك هي عشرة. حسن جدا. الفريقين صحيح بجوج. زيد. خمسة عشر. علي حفصة. والزربة الزربة راه تتعطلو. خمسة عشر. خمسة عشر. ما تمسحيش تا واحد ما باقيش يمسح. كتب غادي راه غادي يمسح. غادي نقول لكم رفعوا الالواح. مستعدين؟ مستعدين. مستعدين؟ يلا رفعوا الالواح. حسن جدا. تضرق وجهك احسن. اه دا تحطو فوق، حطيتها انت فوق الطبله.
غير حطو فوق الطبله راه تجي زوين كي دارت حفصه مزيان. اه برافو، ديما تبقاو ديروا هكاك حسن جدا. كلكم صحيح، مسحوا الالواح. كتبوا ثاني 18 18. يلا المجتهدين، يلا غيبانوا لي هنا المجتهدين، غيبانوا لي المجتهدين من الكسالى. كتب الفرق الازرق. غيبانوا لي المجتهدين من الكسالى. ساليتو؟ سالينا استاذ تشين دابا. واحد جوج. ايوا انت رفعتي اللوحة. حصمت لعبة، ترفعيش اللوحة حتى نقولها لك. رفعوا الألواح. حسن جدا، حسن جدا، برافو عليكم. غادي تكتبوا لي مسحوا الألواح. برافو عليكم، برافو عليكم. حفصة. نعم. كيف جاتك المسابقة؟ هي هذيك. ها؟ كيفاش هي هذيك؟ زوينة. زوينة؟ اه. أنا راه شفتي حتى أنت كتكتبي دغيا، راه تبارك الله عليك. ها؟ اه. هاكا. نديرو فيها الحماس باش تشجعت. هي اللي كدير فيك الحماس باش تقراي كذا. لا لا ياك. هاكا راه حفصة اللي كدير فيك الحماس. راه حفصة مجتهدة. ياك مجتهدة حفصة. ياك كتكتبي كل شيء. حسن جدا، برافو عليك. غادي تكتبوا 13. 13. يلا بالزربة بالزربة. 13. ارفعوا الالواح. حسن جدا، برافو عليكم، والله لكم واعرين مجتهدين، تبارك الله عليكم. حصة. نعم. والله الا برافو عليك، حتى الكتبه انت كتبتي هذيك 13. اه. ويلي ويلي انا ما نعرفش انا نكتب بحال هذيك، تبارك الله عليك. كتبوا 14. رفعوا الالواح. حفصه. نعم. تقدري تذكريني بالدرس ديال اليوم اللي درنا اليوم؟ الدرس ديال الاعداد. مناش بنين تحت لاش؟ من 1 حتى ل 20. لا ماشي من 1 حتى ل 20. من 10 حتى ل 20. من 10 الى 20. من 10 من 10 الى 20. اذا راكي استفدتي من الدرس اللي درنا اليوم. حسن جدا، عندك الاعداد كلهم صحيحين اللي كتبتي. حسن جدا، برافو عليك. غادي تكتبوا لي اخر عدد في المسابقه باش ندوزو عند عبد العزيز وعبد الرحمن. غادي تكتبوا لي 20. 20. يلا حصة، بغيت تكوني مجتهدة. سالي الفرق الأزرق باش تاخدي أعلى نقطة. يلا حصة. 20 20. عشرون. ارفعوا الألواح. باقي ما سالت حصة. حفصة ارفعوا الالواح. قلبي اللوحه، قلبي اللوحه وحطيها. حسن جدا، برافو عليك. برافو عليك حفصه. لا حفصه هي اللي فازت لان قرات اليوم هذا الدرس وجاوبت كله صحيح. برافو عليك حفصه. حنا جاوبنا صحيح. برافو عليك حفصه. ديروا جيم وديروا لايك وفعلوا الاشتراك وما تنساوش شي تعليق زوينين. شكرا لكم المتتبعين ديالي الاعزاء. واللي باقي ما تابوناش يتابونا. شكرا لكم المتتبعين ديالي الاعزاء. برافو حصة، برافو، راكي غاديه مزيان في القرايه حتى القرايه. برافو عليك، البارح درتي القران، اليوم درتي الرياضيات، حيت عندنا الرياضيات وعندنا اللغه العربيه وعندنا اللغه الفرنسيه، ياك؟ اللغه الفرنسيه باقي ما بديناش الدروس ديالها، ولكن غادي نبداوهم في هذه السيمانه ان شاء الله. باش نواكبوا التعليم يعني هك وهك صافي. والفرنسي بعدا الفيزياء. لا لا الفيزياء لا صافي، راه ولينا مجتهدات انا وبنتي. ولي اللي بدينا نقراو الفرنسي وسميتو لونجلي صافي. نزيدو حتى الفيزيك والسيونس نزيدو. لا كيفاش الموحد تربية الاسلام. اشنو حفصة؟ ندوزو الموحد ان شاء الله. مني كيدوزو
التلاميذ الموحد ديالهم دوزوا حتى حنا الموحد هنا هكا في الكوزينه. راكم تبارك الله عليكم دايرين طاولات واعرينه. لا طاولاتنا انا وعبد الرحمن. ها هكاك راه طاح ليا العجب. الطاولات عندكم واعرين. هادي ديال عبد الرحمن وهادي ديال عبد العزيز. مزيان صافي غادي ندوزو الموحد انا وحفصه مني. صافي ندوزو تلامد الموحد. المهم هانتوما معنا المتتبعين. غادي ندوزو المسابقه ديال عبد العزيز وعبد الرحمن ان شاء الله. هما اللي غادي يكتبوا هاد المره. حفصه اجي انت لهاد الشيء. دير لينا الملايين حنايا الملايين. حزين لهاد الشيء هكا. هاكا كي تيقول لك ديك الساعه بدا تقول لك تنتيا الرجاء الفراجة. شنو الرجاء الفراجة؟ الرجاء الفراجة. انت رجاويه ولا وداديه؟ حتى واحد فيهم. وعلاش قلتي الرجاء الفراجة؟ واش عزيز عليك الرياضه؟ اه ها بدا تفرجي شويه في الكره ولا لا؟ انا ما تنتفرج كاع. وعاود سولها داك السؤال نهائيا. وعاود سولها حفصه. عاود سولها. واش كت عزيز عليك الرياضة؟ عزيزة عليا الرياضة ولكن التلفازة كاع ما تنديها فيها. ما كتفرجي في الطاجي فريق؟ وقلنا واش هي ولا ماشي مشكل. ماشي مشكل. كل واحد والهواية ديالو. شوف كل واحد والهواية ديالو. هي عندها الهواية ديالو. الهواية ديالي هي القرآن والخرجات والطبخ. صافي بارك الله يجعل البركة. هذوك هما ثلاثة الحوايج اللي مزيانين. صافي انت داك زقزوق اش قول لي يا رجاوي ولا وداك وانت قاعد للطبله ديالك اش من اش نسيت داك كامله. ها هزيتيها كامله قالك نسيتها ليا ماما كامله. ها هي عطاتها لك. ها هي غتعاونك ماما. ستكتبون هاد المره راه غادي نكتب كلمات. صافي سير فرنسي لونجلي اي حاجه. لونجلي العربيه تهدرتي معايا ياك؟ لا تعاوني. قول لي الا غلط ولا شي حاجه هذاك كي تعاون قبيله عاوني حتى انت. لا لونجلي راه ما قريتها. لا لونجلي ما غاديش ندير. صافي يلاه الفرنسي والعربيه غادي تكتبوا لي.